السلام عليكم احبتي في الله ومرحبا بكم في القناه ديالي. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. في فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد الحيله اولا دي اي واي، كيفاش غادي نزينوا صناديق ترتيب العاب الاطفال اولا الصناديق اللي غادي نديروا فيهم الادوات او غير ذلك. وبالنسبه لهاد الملصقات اللي كتشوفوا فيهم، انا شريتهم من لو سيت الي اكسبريس، خاصين يعني بالكوايه اللي كنكويوهم مع الثوب. مهم خليكم على فيديو باش تفهموا اكثر. بالنسبه لهاد لي بواط انايا شريتهم من ايكيا، ولكن نتوما يمكن لكم تلقاوهم في اي محلات اخرى ديال الترتيب او غير ذلك. بالنسبه لهاد الملصقات كيليق الجميع نوع الاثواب. غادي نخليكم على فيديو على بركه الله. اولا قبل كل شيء كيف ما قلت لكم غادي نحتاجوا هاد لي بواط هادو اللي انا شريتهم من ايكيا ولكن موجودين في محلات اخرى. هاد لي ستيكر هادو في الي اكسبريس ما وصلينش انورو او لا اورو، سهلين وهما خاصين يعني بالكوايه، ما غاديش يلصقوا هكاك وصافي. كيف ما كتشوفوا انا اختاريت هنايا لي برانسيس البنيات الصغيورين، ولكن موجودين في يعني للدراري او لا هذا الشيء بيت النعاس او لا. غادي نحتاجو الكواية، غنبداو ان شاء الله بالصورة الاولى. وغادي نحتاجو ايضا ورق الطهي، كنحدو المكان اللي غادي تمشي فيه لو ستيكر اولا الملصقه هذه، كنديرو عليه ورق الطهي وكندوزو الكوايه مزيان باش تلصق شويه. ومن بعد كنحيدو ورق الطهي، كنشوفو واش تلصقت مزيان ولا لا، ومن بعد كنبقاو ندوزو شويه بشويه على البلاستيك الكوايه. خصكم هنايا ما تخليوش الكوايه بزاف باش ما تلصقش مع البلاستيك. هكا كنشوف واش تلصقت مزيان، كنحيدو هذاك البلاستيك عاد باش كنردو ورق الطهي، وكان يعني كنلصقوها مزيان باش تلصق على الثوب. كيف ما كتشوفوا هنايا احبتي في الله كنستمر مزيان بالكوايه، ما خصناش غير ندوزو عليها نشوفوها بلا تلصقت صافي غنحيدو ورق الطهي، لا غادي نزيدو مزيان باش يعني باش مع المده ما تحيدش ديك الملصقة. من بعد ما كملنا الصوره الاولى كنركبوا الصندوق صافي، دابا موجود باش نديروا فيه الالعاب. غادي نوريكم الصوره الثانيه، وغادي نوريكم ايضا كيفاش غادي نلصقوه على الثوب او على المخد. غادي نديروا نفس الشيء، غادي نختاروا الصوره، غادي نحدوا ليها المكان فين غادي تجي. انا هنايا درتهم في الوسط، ولكن نتوما يمكن لكم ديروهم في اي بلاصه يعني عجبتكم اكثر. في صندوق الوصف غادي نخلي لكم الرابط باش تمشيو تشوفوا هاد لي ستيكر هادو اولا الملصقات اذا بغيتوا تشريوهم. هنايا ما كندير لا مبادره ولا اي حاجه،
كيف ما كتشوفوا الشكل ديال الصوره الثانيه كيجيو رائعين بزاف، ويعني غادي يعجبوا البنيتات الصغار اولا الوليدات الصغار هكا، يعني تكون مزينه شويه الصناديق ديالهم. ودابا غادي ننتقلوا نشوفوا كيف كتجي على الثوب. نفس الملصق اولا الملصقه غادي نديروها على الثوب، غادي نديرو نفس الشيء كيف ما درنا مع لي بواط. بالنسبه لهاد الملصقات نقدروا نلصقوهم ايضا على لي تيشيرت ديال الاطفال ديالنا، كيجيو جد رائعين واخا كيتصبنوا ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. هذا هو الشكل النهائي ديال المخده ديالي، كتجي جد رائعه. بالنسبه لهاد المخدات هادو نقدروا نفرحوا بهم الاولاد ديالنا بحاجه بسيطه. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي ودعموني باللايك ديالكم اذا عجبتكم لا فيديو. نلقاكم في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.